يعني هذا المطبخ هذا غادي تاخذوا منه التجربه على المطابخ ديالكم، فيه 3 متر و40 سنتيم، يعني فاس. الى لاحظتوا هنا شنو درنا، اول حاجه حطينا الثلاجه اللي فيها 65، يعني ملي كتكون عندك المساحه ضيقه راه اوبليجي انك ايفيتي ان تكون دير الثلاجه ديال 70 ولا 80، اوبليجي عليك دير 65 باش يبقى لك السباس. حطينا الثلاجه اللي فيها 65، فوق منها كيسو الى لاحظتوا اللي بقى يتحل فوق، وهنا في هذا الجنب هذا بقاتنا واحد 17 سنتيم اللي دوزناها للشطاطو. دائما الاختيار كيبقى لصاحب المطبخ، الى لاحظتوا راه غيدخلوا فيها الشطابات والسلوم قد قد، وهنا بقى لنا شي حاجه اللي الفوق لاطوات الى لاحظتوا راه محطوطين، هادي درنا لها واحد لافينيسيون اللي خاص. وهنا الى لاحظتوا الفوق واخا المساحه ديال لاكوزين صغيره، حطينا 4 ديال الكيسو، يعني 1 2 3 4. نبداو لكم من هنا، هنا راه لاوت غادي تركب، لاوت ركبات قريبه، فرقنا بين الثلاجه واللاوت غير هاد الاكسسوار. هنا راه لاحظتوا 3 ديال ليزيطاجير، فورميكا دوبل، الفرشي كيف العاده، يعني ما كاين لا زيكزاك لا حتى شي حاجه كتخرقب، ولا كوزيني الله يعاقبهم. هنا حطينا فيها زجاجه وحده، والفوق درنا الى لاحظتوا جوج ديال البيبان، هادو كيكونوا عمليين لان كانوا كيتحلوا الفوق غيكونوا دائما بعاد، كنديروها بهذه الطريقه لان غير كيصوب فيهم 90. لا كوزين فالعلو فيها تقريبا شي 82، وحطينا فيها زجاجه وحده. زجاجه راه دائما الاختيار كيبقى لصاحب المطبخ الى لاحظتوا، اللي هي بالصباج شي ما كنشرحوا لكم العديد من المرات. كذلك هنا نفس الديكور، دائما كنديروا طاجيره وديزي طاجير اللي هما دوبل. وبالنسبه لهاد المطابخ اللي كنحطوا لكم راه تقريبا كتكون متغايره عن بعضها، المهم تاخذوا منا فكره. هنا الى لاحظتوا بقى لنا هاد الميكرووند اللي حطيناه جوج، يعني ما خليناش حتى داك الترويح عبرنا عليه، ملي كنلقاو لي زاكسيسوار محطوطين في المطبخ راه كناخذوا عليهم العبار، كنكونوا احسن مع مرتاحين. هنا بقى لنا باب الى لاحظتوا، كذلك اللي فيه توا طاجيره، والفوق الكاسكيطة اللي حطينا راه كنا كنحطوها هذه من اول ما بدينا الفيديوهات. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الإضاءة في القبس، يعني ما دايرينش القبس في البلافو، كنحطو هذه اللي كتسمى ديكوراتيف، كتحط بالفيا وكتعاود تحط لها ديكوراتيف اللي كتعطي واحد الجمالية للمطبخ. وفوق منها ممكن أنك تحط شي حاجة اللي غادا تحمي لك مغاداش تبان. هنا إذا لاحظتوا فران اللي محط كاستري، يلا عاد حطينا دابا راه كيركب الفيسات ديالو، حتى الوليدات الصغار يقدر يجي يشوف ديجا لتحت. إذا لاحظتوا لاكوزين كاملة فيها كاستري واحد، وخرجنا في هذا الكاسكولين لان ما عندناش بديل، لان فيها فران، فيها لا ماشين اللي هي ماكينة الصابون، وفي نفس الوقت فيها لا بيسيل. حطينا ماكينة الصابون اللي كيف ما كتشوفوا خلينا لها تروح ديالها كيف العاده. هنا اللي فيت الماء، اللي فيت الماء اللي غنتكلم لكم عليه صراحه، اللي كتشوفوا معنا السومبلو، وفي نفس الوقت هذه هي طريقه مزيانه اللي كنديروا لها واحد الفيوره، يعني كتكون حتى هي سيكيوريتي وصحيحه 100%. حتى السومبلو مزيان، المهم حتى الطريقه راه فينيا، هي كتكون صعيبه في التركاب، غير خاص هاد الرخام يتمسح مزيان لان لاحظت فوق منو الما لي في اللي فيه 50 سنتيم على 40. حطينا فوق منو مباشرة تحت منو عفوا جوج ديال لي جوج ديال اللبان، وقاتلنا البوطا، قاتلنا شي حاجة اللي هي زايدة في مواد التنظيف. وهنا باش نربحو هاد ليسباس لي بقا هنا، ميمكنش أننا نديرو ماشين ديال السين ديال السين، غنصغرو من لي في، اضطرينا أننا ناخدو لافيسي اللي هي صغيرة، هادو راه فيهم الصغار والكبار. المهم هاد الكوزينة كنعاود نأكد لكم الطول ديالها اللي هو كيكون فيها 3 متر و40، يعني 3 متر و40 اللي عنده بحال هاد الصالة. بالنسبة للناس حنا دابا حاليا كنتواجدو في مدينة بوسكورة، يعني نفس التصميم ممكن انك تحطو في المطبخ ديالك الا جا عندك سلايجي ولا البنا، يعني البريزات هما هادشي اللي كنطراسيو حنايا. ممكن انك تشوف غير هاد الفيديو تاخد فكرة على المطبخ ديالك، ماشي غير هاد الفيديو، كاع الفيديوهات اللي حطينا من قبل خصوصا الناس اللي عاد التحقوا بنا. يلاه فرجة ممتعة، ونتسنونا ان شاء الله غتشوفو شي حاجة اللي هي جديدة.